إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلاما يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة وقولي الله بي الصدو تدريبات والله يسيو تدريب واحد ككوباد وهو يجرد الأفعال أفعاشة كسار وكصع التالية يسوس عطا من حروف زيادة وهي حروف زيادة أهل صعلا كسار ومجرد فعلي سيد مركي وراء هانجر يعني استطار وكره ويسديري إيش ما أزا مركو قفو يعني وحكحتي مدود ديدي هاي إيه أنت قالوا كوري جو كجور إعشا وشلا وحيا شيء ماشو لك وحيا شيء دوق بويا شيء تقادمة يعني وهري ناطح أما الناطح وهردي تسابق ويبر تمين كواس وكلا وحيس يادا أكسار وسبق وضع القرنسة لها الناطح بيها وضع القرنسة مركز الساعة وكسار استطار طالب أهي يعني زيادة كسار بالقلين وافق وحاسو وقلاده أو راعي أجازه بني استخرجه ولبحي إحدى ودبه وسوقتي مرقف وقبوبه وكلا ضاربة يعني ويس قراعين تنافر ويكلا ياعين ضاربة يعني بيس ولا بيس قراعية وفعل اثنين تنافر ويكلا ياعين هي تضارب ويس قراعية سافر وصعداري كواس وكلا زيادة كسار. تدريب ثاني، اجعل الأفعال التالية مزيدة فعل هذا النوع حكر تقار زيادة لي إما هو مجرد مجرد كوا كان مزيد كذب كليها يعني جلس يوم مشاي إدم أنا هو حصل يسرع وبلا بيزلزل هو قريري يسمع هو مغلي يدم دم يقضاء يوعدا كوا صومر وحكر فعل زيادة لي فرحة وحكر فعل زيادة لي وقف فعل زيادة قلقلة فعل زيادة لي أوف قلقلة وفعل وهو رباعي يفهم شرب صبر دفع جلجل تحرج هو واحد صرت فعل مزيد واحد يسقون جيران قار ثلاثي ومجردة هي قار رباعية ومجردة. وعن بلال بن مركب بلال بن الرباح رضي الله عنه صحابي اللي ورن شريق قيمها بطنا الحبشي أين وحكت المامينا لبلال بلال وح اللي يها بن الرباح نك الله هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها مؤذن كي رسولك وآدم شريم مساجد كرسولك سيرة وحوله تاريخ نورالد من أروع سير النضال أو كم من أروع يعني أعجب هو والله ياب كبدن تاريخ نورالد النضال هل جن كي يتقالك لو قريب محي في سبيل عقيدة دينة إسلام كي وطد إسلام كدرتيد هل جن كلو قريب كي وقتك أيو صومري أو تاريخي سكسنتن وقصة وحوليها الشيكو لا يملو آنو كدالين الزمان وقتقو من تردادي هاي نكوعل عليه وحلقو كما دالو يعني تاريخي سمقبو بيسو مروا الباء إلى آخرية والله باهنية ولا تسبعو كما درقان الآذان ودقو هنا كما درقان من سحر نشيدها كنا واقدة أما كنقيراري دلقو قيرارو سحر كأيلي لاي سحر كوحوه يشيك كدو صدا مارتي كتشيتا دلين كآدو تشيتا لهذا أف عربي أثر كيس شيء إنه بدلا يبلا موضوع مركا يعني كل واقد ده إياه هذا القات كيدو سيد قلبك أسحر يسوع دعوه كما دار يعني دعوه مع سنة يعني ولده واحد وحقول الشيخ بلال ماش نقل إلى في السرات بوره على السرات وابور كوي على جزيرة العرب أيه كل شيء قبل الهجرة هجرة هرب كهرب ولا شيء بالنحو 43 سنة إلى صدح يا أفرطن صنود هجرة كهر أيو كل شيء هلكا مركانة بقياس إلى طبنا صنود أيو كيرا نبغى ما ننتي الهجرة دي سوق صدح يكون تجربوها يسوق الهجرة دي صدح يا أفرطن بوها
لاب آبا علي كان ها يدعى وح لقوم جعاب شري أبي الرباح هم بالورن شري أما أمه يدي فكانت وح تدعى لقوم جعاب شري حمامة هو يدي حمامة بالورن شري ما شاءوا بربار بلال بلال وح كوكري يعني أنتي ويا في أم القرى مجالد مكة كوكري وكان وحها مملوك الأضون للي يحبوها وحرها أضون كان اللي هذا يعني بلال الورن شري لأيتام المبني عبد الدار إن عروري رو أغانا وري بني عبد الدار لمن كلا إلى هذا أيا محوها أيا محوها أيا رهان شري وري بني عبد الدار أغان بارهي أو صاوح أدر دار مي بهم أغانتن أبوهم أبهود إنو كور هيو وأو حنان هيو إلى أمية من خلف نكي لورين شريبو إلى بمركو عروتا دماني أبهود عروتا أذن كاجتي أمية كم سور أهو وحلفو ذيك قار هذا يتهيد نقطه وسيدر دار ما إنك أمية الله يلهدو وأها أمية وها أحد رؤوس الكفر قال لماذا كوي ما لحظة كأها متكم يضبو أها ولما أشرقت مركي إفتينتي مكة مجارة مكي بأنوار الدين إفتينة الدين الجديد عصب الإسلام كمرك كوفتيم تاه اللعري دين تي إفتيم اسم قال هذا مدينة وهتف وقنا واقعي الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول في العظم وينا صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد أرجك لي رد إله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرك كنا واقعي كان وحها بلال بلال من السابقين كوه رئي أدري الأولين آخر أهل الإسلام دين الإسلام كمركبة قاطبوها فقد أسلم أبو إسلام يا بلال مركبة ولم يكن مؤهين على ظهر الأرض ذلك قوت كيسة من مسلم وح مسلم هو تشريبا ميتر إلا هو إساقون موياني وبلال ينفر كوح كلي ونفر يكوح من السابقين كيوه رئي كمدا أو ديري دين الإسلام الأولين آخر من وحا كمدها تدكا أقوه رئي إساق دين تكوه لي خديجة بنت خويلد بقى كم إذا حاس كنا بجاهد أم المؤمنين أم المؤمنين وأبو بكر الصديق بقى كم إذا ودك شيء سوى جسوه ريبة هاي وعلي بن أبي طالب بقى كم إذا وعمار بن ياسر بقى كم إذا وأمه سمية هو يديه سمية اللي نشر عمار ده شبه كم إذا تذكر أقوه ريبة ولا نوراب بلال وسهيد الرومي نكيل اللي نشر بقى كم إذا والمقداد بن الأسود بقى كم إذا كوه ضاعي سجى أيه أقوه ريبة وسجنه كتره لقد لقيه وهو لقل من بلال بلال من هذا المشركين دبعت هذا مشركون تأوج يستين ما دبوا لقل من يد دبعت لم يلقه آنوا لقل من سواه قف آن سجاهن دب آنوا لقل من أضط أن آن صومر ما استجى صومرتي أض قف كود تبدنا أبو كملها وعانا وهو الله رفاضي وآد ورس العي من قسوة مقلف سنان تودي ينحر استفدودي وبطشهم يقب الشدود عقاب كودي أي قبتين عقاب كقبتين يوغلاد قلوبهم قلب أذي قودي ينحر يسترهدود بلكم أيو دباطة بطن كلكم ما لم يعانيه وحان الله رفاد أو آن الله دباطون غيره قفان سقحين وضطك خلال وخد بطنانين كابلال ورنشل وصبر أواد كيست هو يسقى يوغل معه عدي الله توقتي دين تكوه لليسي ومن المستضعفين دطكي لتنشلع سنة يتمر تطرنا waxay ku sabreen calaab tilaa imtixaankii iyo dhibaatadii fi sabilillahi ilaahay dartu soo gaadhay way ku sabreen kama lam yasbir si aanu ugu sabrin ahadul cid kale aanu ugu sabrin bay ugu sabreen iyagu falaqad kaanad waxay ahayd falaqad kaanad waxa usugna la abi bakr abi bakr wuxuu lahaa as-siddiq abu bakr garun tabadna wa ali ibn abi talib waxay lahayd casabiyatu xigta iyagu lahayeen dad xigta oo ka dhashay baan jiray oo tamna cuhuma u diidaysay dhibaatada in loo geysto oo ka hortaagayso difaacaysi ba jiray wa qoomun tolbay lahayn dad tol ah oo yahmuunahuma ilaaliya oo ilaahada lama taaban karo oo Abu Talib nabiga isaga difaac u aha inankiisa Cali Abu Talib iyo isaga difaac u aha odayaashi ugu waaweynaa buu aha guud ahaan reer Bani Hashim reer aan la taaban karin ayay ahayn Abu Bakar saas u lahaa tol ilaaliya iyo lahaa ama walaayka kuwaasi buuri al mustadcafuna la tumtiray asanayo ee dacafada taagta daran oo mid arriqay adoomada rag aha nimankii adoomada aha ee rag aha iyo wal iimaay dumarkii adoomada iyaguna aha ee bilaal ay ka mid ahaayeen
فقد نكلت وعقابتي بهم يا قريش قريش وعقابتي أشد التنكيل عقابتي وقت كي بيوجيتن تطيع دونتها أن تلقوا هاي سماش فلقد أرادت واحد دونتي عربي وقريش واحد دونتي أن تجعله من كذا تقردا محوها الدونتها عبرة واحد تصار له قاطه ويحكوا قاطان لمن تحدثه قفك أيقش يا كينسو نفسه النفتيسو بالنبذ آلهتهم إن إلهية ضوضة طورة عدي نفسيسو أيقش يا كينسو عدي إذا مع سنين كتكت أصنام تن وإتباع محمد إن النبي محمد راعان عدي قلبك كو هيسا إن وحكوا قاطته أي أقول تلقين وقف الوعي لهذا وحنا فقول دعية وحبناها إسلامي إسكده وإذا كنت تصالح عدو لبقى يكاقب بقاطو إن دين تلقاطو وقد تسدى وحاوتشي لبنكي وارنتها فريني لتعذيب هؤلاء قرادة ضعفتها عقابتو دوحة فريني طائفة كوح من أغلذي كفار قريش كوي وقعت كا قرادة قريشية كبدا كوي وقبارت كا وقبارت كا يعني وقع الله تكاسونا ونهانو كوي وقبارت كا بيلايو بير كود وعنو حريص رحيم اما نحانا دها ايه واقصاهم كوي وقلفتنا قلبا حقا وضهن ايه ان نحلنت ايه قلود اقون ايه انشحنش حلحين ايه عقابتا وقيسني اصحابتا ايه الضوامضة ايه ضعفضة فلقد باء وحو قاطي والله نقضي أبو جهل وحو الله نقضي محاي وحو الله نقضي أخذه الله الله الدولي بإثم السمية قبل دي السمية اللي قلت لها عماري المناسير هو يدي واحد دم بيجي هذا قاطي أو آخر اللي تجي والله نقضي نينك الله إله هذا أيو أبو جهل ومحمد سبي فوقف عليها ويستلتاقي يستلتاقي مر وقت هذا كم يصب إسقو عاية ويرفف أفلقا دينية تبعد ثم طعانها مركين بدن عاية وهو كو ترقي بالرمح ورنكيسي طعنة ترقين إيام دوحد دخلت كالشي من أسر فلي بطنها علاش وكتير تحق هوسي أيه كالشي دما دايدنا وخرجت من ظهرها دبر كالبعض قيبتها هوسي أي حدونت إيانتا كوسي ساعة أنتو كغرف تبع دبر كالبوتي أي ورنك كالبحر دما دايدنا هالكي بخدمات فكارد واحد نقوتي أول شهيدة قفكي أقريو دينت إلهي أقريي في السلام الدين في السلام كل حديث أو أبو جهل بادلي سمية عمار بن ياسر هو يدي وأمر آخرون ضدك كلا ومن خطوتها ولا له يديا في الله إلهي درتي كلا ولا لوبي يدين تا أو على رأسهم ومدحوا يهي وهرس عضو بلال ابن الرباح فقد أضارت ويد يا رئيسي قريش قريش واحد يا رئيسي تعذيبهم من عذابا أي آذوا ديريين عذاب ديربي مريين كانوا واحد هانشرين إذا مركة توسطت أي برتنك أي استاغتو الشمس عبعادو كبيد السماء سماء دا بير كيدا مركي برتنكي سمارسو وبرتنك سماء دا بير كيدو وعلوغة جيدا برتنك السماء دا مركي عبعادو تاقين تاي أي بحر الشونك تاي أي هادي على الماء عبعادو آدو أدكاتو أي محاي سمين جرين والتهابت أي أولوشو أي أولوشيه العدو أي محاي كرمال ومكة برعيد أي قروروحا قرور حمكي إلى رجحه كل الأرض مسوقبتها أوح النقض أوح يعني حتى بيها كرين كره مركب قارك مركب قرور حاسي إيه رجحان تاسي أيه العان بالرمضاء بعد رمضاء بعد كمرك كقولوا لا بعد هو كل الكعب عند يلوك قصده مركب بعد كقولوا رجحان تاسي أيه واحد يسمين كرين ينزعون واحد كسي بكرين عنهم أصحابته ثيابهم ريها كسر كرين مريها ورتك ساران وأصحابها ضعفاء ويلبسونهم وح أجريان هذا نقص يدرا دروع الحديد درع برتها أو سنه العية درع دجال كلاجيك شنشري ها بر بقصة ما يسنا سلسلة لا سوسر سرية أو يسقون ما يشكوا قصة ضوا تيرك كاسي بيا مركب بعض كله درع عصور تروح نشري وهذا برتها يسقونه العية إعداد جبس مكينات بوك رشاي وقت يدا كريلا كاسي وقلن شرين دروع الحديد ويسهرونهم وحكود الالين شرين ضدك مركا وحي كشيري شرين بأشعة الشمس فلارها عدعادي كشيري شرين قولك سلو الدبو اللوش الهيلبك المتقيدة أولوليس هل عيسى فلارها عدعادي إذا يحان تقول عاي
ee dhagxaantii hulciyay ee burciida ku dhacay ee hulciyay ee dabeedna birti ay u galiyeen iyadana hulciyay ayay ku shiili jireysa hilibka dadkii oo nool ee ku shiilay wayulhibuna waxay ku ololin jireen oo kale duhuurahum dhabarradooda waxay ku ololin jireen haddana bisiyaadi jeedal jeedal bay haddana nagta kaga saarayeen oo diirka ku soo goynayeen oo ay ku ciqaabayeen haddana walciyaadu billah wayaamuruna waxay fari jireen bian yasubuu muxammadan inay maxamed caaya markay saa u ciqaabi jireen aanu idin dayna maxamed horta caaya maxamed kana leedi waa nebi horta caaya haddaad doonaysaan in laydin daayo fa kaanu waxay ahaan jireen asxaabtu ida ishtada markuu ku adkaado calayhim iyaga atacdiibu cadibaada iyo silcu iyo ciqaabtu markay ku adkaato wa cajasad ay kari weydo daaqatum awoodooduna ay kari weydo can taxamulihi inay u adkaystaan markay xamili kari waayaan maxay samayn jireen yastajiibuuna way aqbali jireen lahum kuwa gaalada ah fiimaa yuriiduuna waxa ay ka doonayaan minhum asxaabtan daciifka ah ayay odhan jireen oo hadday dhahaan caaya nebiga way caayi jireen kolkaa markay naftu qabato ee naftu xididku isugu yimaado waa quluubam iyagoo qalbiyadooduna mudma'inatun ku xasiloon bil iimaan iimaanka iyagoo qalbiga ku haysta iimaankii afka ka odhan jireen waxay yidhaahdaan asxaabtaa la ciqaabaya ilaa bilaalan bilaal mooyaane bilaal baa loogu taag waayey inuu kelmad caaya nebigu ku yihahdo ilaa bilaal dabeedna ciqaabkiisu uu kasii badanaya isaga radia allahu canhu ilaahay raali ha ka noqo wa ardaahu isagana allaha raali geliyo oo wax raali geliya ha siiyo aamiin faqad kaanat waxay ahayd nafsuhu naftiisu tahuuru way kala yarayd calayhi isaga fi llahi caza wajal naftiisu umuu guurayn naftiisu waxay ahayd mid yacni qiimo daran kolka xagga ilaahay lagu ciqaabaya la eego ee wuxuu ku iibsanaya jannaa uu eego naftu qiimo weyn lamay lahayn isaga hadday doonayso ha baxdo buu lahaa isagu naftani maanta waxbay goynaysaa hadday sidaa ku baxdo oo jannay goynaysaaye yacni ilaahay subxaanahu watacaala kul haddii loo ciqaabayo dartii iyo diinta daraaddeed naftaasi qiimo weyn lamay lahayn isaga markaa way la tahuun yacni way la fududay way la fududay naftu naftiisu way la fuday ilaahay dartii mar haddii loo dilayo oo wuxuu jirayaa ka weynaa wa kaana wuxuu ahaa haddaba alladii kii yatawallaa maamulayay tacdiibahu cadaabkiisa kii gacanta ku hayay maamuli jiray wuxuu ahaa umayata bnu khalaf buu ahaa ninkii la odhan jiray iyo wazabaariyatuhu yacnihi shaqaalihiisii ahlunaarka ahaa waxaa loogu magac daray shaqaalihii ahlunaarka wazabaariyatuhu ayay ahaayeen laqad kaanuu waxay ahaan jireen yulhibuuna qaar ku ololiya ku guba waa lahabkuwaa ololka ku guba dahrahu dhabarkiisa bisiyaadi jeedal bay ku gubayeen sa dabka oo saasaanta u goynaya fayaquulu wuxuu isagu odhan jiray axadun axad axadun axad ilaahay waa mid keliya ilaahay waa mid keliya ilaahayo badani ma jiraan ilaahay waa mid un ayuunbu odhan jiray wayutbiquuna waxay ku dabooli jireen oy ku dadi jireen calaa sadri laabta intay dhabarka u jiifiyaan asukhuura sallaxyo waaweyn oo ololaya oo dabku gubay cadceeda gubtay oo soo goosanaya diirka oo markaaba halalmacoodinaya oo biyogelinaya ay laabta ka saari jireen oo intee laaleeg intay doonaan nolol qofkaas yacni nolol waxa weeye silic iyo sakaraad buu soo maray iyo cadaab badan baa kusoo maray nolosha fa yunaadi uu dhawaaqi jirun haddana wuxuu odhan jirun axadun axadun ilaahay waa midun buu odhan jirin iyagoo soo caqaabayo wayastabduuna waxay ku adkeyn jireen calayhi isaga fi nicqaab haddana ciqaabtay kusii adkeeyaan fayahtifu dhawaaqa wuxuu dhahdaa un axadun axadun ilaahay waa midun ilaahay waa midun iyana way sii muraari dilaacaanun dabeedna way sii ciqaabaan kaanu waxay ahaan yaxmiluuna waxay ku khasbi jireen can dikri laata inuu ammaano laata oo sanamkoodiya iyo walcuza iyo cuze ayay odhan jireen ammaan fayadkurulaha caza wajal ilaahun buu ammaani jiray isaguna markay dhahaan laata iyo cuze ammaan ilaahun buu ammaanaa un wayaquluna la waxay ku odhan jireen qul kamaa naquul war waxaanu ku nidhi dheh oo laata iyo cuze ammaan qul waxaad tidhahdaa kamaa naquul saanu ku leenahay waxaanu ku farayna dheh fayujiibu wuxuu ugu jawaabi jiray ina lisaani carabkaygu laa yuxsinuhu ma garanayo waxaan weydi af carabkaygu ma garanayo waxaan dheha leedihiin maba hagaajinayo kuma dhawaaqi garanayaanku carabkaygaan aqoon ma karayo unbu odhan jiray carabkaygu ma karayo inuu ammaano laata iyo cuze asnaam carabkaygaan karin ayuu odhan jiray fayasiiduuna waxay kordhin jireen fii idaahi dhibaatiis ay haddana sii kordhin jireen wayumcinuuna waxay ku xeel dheeraan jireen yumcinuun imcaan waxay ku talax tegi jireen fii tacdiibina ciqaabaan
يعني مركو وي عروضان تبنى عقابته إن الله إنتي أودود أبا ويسو جيان وكسي دلعون يقول مركا مركو يسنديدو. وكان روحها الضاغية دالنكي الجبار أها يعني نك جبار كبري أدبت بدن أمية من خلف نكي لونجري إذا مر مركو يسو كدالو من تعذيب عقاب كيس مركو يسو كرو ويود وحول بقصة مايو يقول نفتو أي كشرتو يقول أحد أحد ولي هاي وحول بقصة مايك عمه الداران وحول سمين نجري طوق عنقه وحول قنته كذا حري بحبل غليظ حرق أدق أيو لغونتا هوغانا أيو لغونتا كاكحرا وأسلم وحوري بشري إلى السفاها يكون وحما قرطبا إلى الدبتركا إلى عقل لهين إيو والولدان عروت يريد أيو لنشر هوغامي وأمرهم وحفري جري أي الضوفو به إلى كلسو وريغان سوى كبلا وقاون ورفاضو لماضي إلى كلسو وريغان في شعاب مكة ودوينك مكة شعاب هذا وضد البور أحمرته ee jirta ee wada dhagax ah ee masiibada ah taas uun jira taamariya hayaanu sanin yaanu neefsanin yaanu wax ma cunayo wax ma cabayo wax ma xidna aqab adab ay u dhameey allah cadaabe umaye tobadeedna wa an yajruhu inay jiidan marna ay jaafi badha yaha tooha burciid ah ee kulul badha wa kan biyo maraana tooha ee marka biyo aan isuun taara wax uun jira jiida ومار ذات شيفسان حرقة كتيرة أي أورينتر في بضحاياها بنانكين فكان روحها بلال بلال فكان بلال بلال روحها رضوان الله عليه إله رالها كان قد إيه يستعذب يستوح مع سنتري بقى العذاب عذاب كان العقابي يا الله عقابي محي في سبيل الله إلهي درادي كل هدو عذاب كان إيهي كل هرتيئة وآن هين وحد ظلمي وقلي لقم عذابي وحلو عذابي يا حمد الرو waxa loo cadaabayaa ilaahay dartii wuxuu ka rajaynayaa guul inuu ka gaaro ilaahayna ku siiyo sidaa daraadeed markay sidaa tahay waa mu macaansan jirayo yaani dib arba qalbigu oran jiray waxa lagu gaarayaa ka weyn oo uu sabri jiray waxa lagu gaarayo ayaa ka weyn booran jiray maadaama cadaab fiihi ilaahay horti hor ilaahay duuya way uradidu wuxuu ku culcelin jiray isagu cala dawaami si joogto ah nashiidahu geeraarkiisa نشيد كوا وجرار كي هاست يو حاسو كله العلوية سرق وهالقفص جواها مبورين شو يسقو أحدن أحدن مبورين شو يسقو إلهي وامد إلهي وامد الله قلوب باكرة إلهي مباكرة إلهي مباكرة إلهي وقال كليه أيوم كلمة كلام مبورين أحدن أحدن مبورين شو يجون أحدن بيكون ولا ينجب كده بقى أحدن أحد فلا يمل كمود داري شرين من ترداد هي الرجاكو على ليهم أحدن أحدن ولا يشبعوا كمن درج سرين من إنشاد يركض واقه أحد 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 من بورنج وقد عرض وهو بندقي أبو بكر الصديق أيه أبو بندقي رضوان الله عليه لا رأى لكن قد على أمية من خلف وعقابه يؤصاود بي أيه أبو بندقي أن يشتريه إنه كيبي منه يسقى وحوري ورضون كان على عذابتي ورجيبي أذكر راح يستاني أذن العقاب إذن اللي فيه سكتي ده أبو بكر باير رضي الله عنه وأرضاه سوى عقابك كجرة فأغلقوا كقاريه فيه يعني بلال أصمنا العقتب كقاريه العقب ذنبه يريد أسان كارسيني وهو يسقو يدن وحموذي وهو أمي ابن خلف وحموذي يدن وحموذي أن أبو بكر لا يأخذه هنا العقتب كقادنين العقب يسليه كي يسن مايه ومالتها قاري أحيد أيو كل إنت هسان قاسينيا فاشتراه منه وقسيستي بتسع أواق من الذهب سقالوا قيادات وذهبا كما تبوا قاري قالوا قيادات ذهب ما أنت أنا قاري بحي العاق بضم بحي سقالوا قيادات ذهبا فقال له حكول أمية تبايري بعد أن تمت الصفقة مركي هشيسكي إيب خد عي يقول ما يسرمي إيكري إيب سدين أيون لو أبيت هذا ديده أخذه إن أتكو قادته وكيف ستو إلا بأوقية وقية قرية هذا سيستو هذا ديده وطار ميد أمبان كاسي سوصة غالي قمات سيسم هذا ميد أمبان كاسي سنعتراهده لبعته وان كايب لها خاتيان بان كتوغو وان توريه هذا دوران هذا وقية سي مرد آفة يه وقية سنقاسي لها جبيس بقى وقية وان كاسي لها
لكن تواد قال سقال كي قسيستي وقيد بان حتى كاتين لها تواد فقال له الصديق باكل لو أبيت أدون هدا ديدو بيعه إنا دي بسو إلا بمئة بقل وقيدو محقر هدا دي قسين ويدو لاشتريت هو كي بسان لانقنا أنا بقل وقيدو هدا تاي قسي وانقاسين لها يعني نمبدن وبدي بوري نمبدن وبدي ننكي ويسدا يدي بيقى نمان كي كراسيستي يعني نو ويسدي nin awra arreenin nadi biga la arreey ee nin badan u badi yani nina waa aakhiradoon nina waa ay duunyadoon dabeedna isaguna wuxuu yahay hadaad boqolan lahayd boqolkan kaasan la sigal baad sheegisay walamma aadina nabiyyu sallallahu walamma aadina allah markuu lahay uu ogolaaday lin nabiyhi nabigiisa sallallahu alayhi wa sallam bil hijrati inuu u qaxo ilal madinati magaalada madina oo makkah isaga tago haajara bilal bilal ba ka qaxay makkah radiyallahu anhu ilaahi raala ka noqdo في جملة يسوى كل حجرة أو كم إذا من هاجر ضتي قحي ضتي قحي بفرعي أو سرع يسحريرك كقب صديمك هو كقحي إنك استوى مركن ضبؤ الحروبي أو أبو بكر الله سبحانه وتعالى أصوتري أو رضي الله عنه أبو بكر وكسارع قابك واستقر وحد دقي في يثر مقالب اللي نشر ومدينة أما قعادي هري بعيد يسوى كفك عن أذى قريش وكفك هذه لباطة قريش وهل كان قريش هكو أهادو ha xoroobo laakiin hadana caqab ku socday uu sagay asxaabta kalaba waxay ka fogaadeen kolka dhibaatooyinka quraaysad wa tafarraqa wuxuu u banbaxay uu kaliyoobay li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam li nabiyhi nabigiisa inuu la joogo wa xabiibi ku jaclaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi ee nabi muhammad aha inuu la joogo ayuu u banbaxay u go'doomay wa kaana wuxuu yaqdu macahu uu la kalihi jiray idaa qadaa haduu kalaa uu la kalihi jiray ويعود لسون قشر معه النبي إذا عاد مركو صانقه ويسلي ولتكن شر معه النبي إذا سلى مركو تكنيه ويغزو ولدور شر معه النبي إذا غزا مركو النبي قدوره مركو دوره دلالك وفاع شر مالك استبع حضوص واحد يكله ولك الله مركو صانقه وصون قني مركو تكن ولتكني مركو دوره ولدوري كما أبو حريم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح أبوه نقضي بقى الزمن متكل الشوقد بدن له النبي من ذل هركيز harka gumyo ka hada ma u kula joogan harka waligaa meesha maraysa ba harka isaga ka darnaa buu sida harka nabiga uu la socdo nabiga ayuu nabiga isuu u barbar socday uu haduu kalaa uu la kalaa haduu soo arraba uu la soo arraba haduu tukado uu la tukada haduu duulo uu la duula wuu og taagay uu aw bilaa shaqo raba mu qabanayni nabigu buu sida harkiisa oo kale si ka daran buu kulay ayuu ku noqday ba لما شيد مركو دسي الرسول رسولكم مركو دسي صلى الله عليه وسلم مسجده مساجد كيسي في المدينة مقالة مدينة مركو مساجد كي خد سي رسولكم وشرع شرعي لقد جاء الآذان والآذان آذان كمركي شرعي لقد جاء كان بلال بلال وحوها أول مؤذن في الإسلام قفكي أهريي آذان دين تسلام آذان كان ما أنت الآذان يقول واقعي كوبوها يسوك وكان وحوها إذا فرغ من الآذان ملك آذان كتنما يأيوه عاده وحوه هيد وقفه وحوه سور تاقي شري على باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قرق رسولك الباب كيسي تاقي شري رسولك مركا قرق بسات كيدا رسولك واسكولك ناين تبعنا قرق بسات كورتك شري قرق رسولك كورتك وقال وحوه رسولك حي على السلاة وكالي سلاة النبي الله حي على الفلاح وكالي ليبانت أي ورنج ما فإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أنتوا أنت أقول هذا أيه كسر النقطة فإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم رسولكم مركو صباحه من حجرة مركو قل كيس كصباحه والرآه بلال بلال نأو أركو مقبل النبي قال صوص على مركو أركو صو قليا أيه ابتداء بلا قامة أقيم دم مركب بلا بشر مركو هرا النبي ما آدمي كل النبي يسفر تاجري رسول الله حي على السلاة حي على الفلاح النبي قال صباحه مركو بلال أركو النبي قال صوص على أيه أقيم دم سيب بلا بشر لقد شهد بلال بلال وحو غوبجو كاها مع النبي صلى الله عليه وسلم اسقو النبي لا سوده بدر دغالكي بدر غوبجوك بو كاها دغالكي بدر وكقيب غلك فراى بعينه وحو كو اركي ايشيسا وحو كو اركي ايسا وحو صار فراى بعينه ايشيس يديسا بعينه ايشيسا وحو كو اركي كيف سدا انجز الله الهي ورميه ee uu suurtageliyay ee uu hirgeliyay wacdahu
ballankiisa sidoo u hirgeliyay ayuu arkay ballankii ahaa inuu guusha siiyo dadka muslimiinta iyo diinta islaam wana sara jundow si ilaahay ugu gargaaray ciidankiisa islaamka ahaa ee nabigu hoggaaminayay ayuu goobjoog u ahaa bilaal washahiida waxa kale uu arkay uu goobjoog u ahaa masraca adduqaad halkay ku daateen iyo halkay jiifsadeen ee ay ku dhaceen ay ku naf waayeen duqaatii daalimiintii madaxdii ahayd oo ahayd quraysh halkay ku daateen masrac waa halka meydku jiifo halkay ku dhaceen alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yucadibuunahu kuwii isaga cadaabayey su-aal cadaabi cadaabkii u xumaa kuwii marinayay halkay jiifsadeen ee ay ku naf waayeen ee meydkoodii yaaleen uu arkay uu ka dul tallaabsaday meydkoodii ayuu arkay isagaana gacantiisa ku dilay Ubay ibn Khalaf isagaa raggii dilay ka mid ahaa maalintaa lafteeda waa afsar wuxuu arkay Abaa Jahl buu arkay oo dhintay Ubay ibn Khalaf buu arkay oo sariicayn meyda oo jiifa oo tanuushuhumaa ay daloolisay oy dooxday siyuuful muslimiin muslimiinta seeftooda ay dooxday watanhalu oo ay ka cabayso min dinaahimaa dhiigooda wax cabayay rimaaxul mucadabiin warmihii dadkii cadaabi jiray ee muslimiinta ahaa warmahooda dhiigooda cabaya soo warmuhu markay kululaadaan ee dhiigga ay galaan sow dhiigga ma nuugayaan tusaale ahaan dhiiggii cabayeen warmaha dhiiggoodii cabay oo dhiiggoodii ayay warmuhu dhex qaadeen labadii u waaweynaa daalimiinta ahaa oo Abu Khalaf iyo Abu Jahl oo maanta labadu waa dhinteen iyo kuwo kaloo badaniba walaqad dalla bilaalun bilaal wuxuu ahaa yuaadinu wuxuu joogto u ahaa mid u aadaama lil rasuuli sallallahu alayhi wasallam rasuulku aadaami jiray diwaala xayaatihi intuu noolaa rasuulku oo dhan wadalla rasuulu lkariimu sallallahu alayhi wasallam rasuulka kariimkiina wuxuu ahaan jiray sharafta badani iyo anasu mid weheshada ilaa hada sawt codkaasu weheshan jiray codkaa aadaanka ee bilaal alladii codkaasu cudiba la cadaabay oo la ciqaabay qofka codkaasi ka soo baxayo fillaahi ilaahay dartii loo cadaabay ashadd alcadaabi cadaabkii u adkaa wa huwa isaga oo waxa la cadaabaya waa bilaale yuradidu ku celcelinaya axadun isagoo ku celcelinaya la cadaabay waqaa rasuulkuna wuxuu weheshan jiray oo ku raaxaysan jiray yacni muslim qofkii muslimka ah ee bilaal bin rabax ee ilaahay dartii loo cadaabayey ee isa kelmadaa ku celcelin jiray oo maanta mu'addin ah oo maanta mucasas oo sharaf leh oo muslim ah oo nabadgelyo haysta oo haddii alla idmo ilaahay diintiisii ogaya ayuu ku farax jiray nebigu oo uu heshan jiray walamaa intaqala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markuu u guuray rasuulkii alcadamu ee weynaa ila rafiiqi alaclaa markuu rafiiqa sare yacnii xagga sare xagga alleh markuu u guuray ee uu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waxaana uu gaadhay waqtu salaati waqtigii salaadu uu gaadhay waa isla markuu dhintay nebigu qaama bilaalu bilaal baa istaagay yuaadin isaguo aadaamaya fi naas dadka dhexdiisu ka aadaamaya wannabiyu sal alla nabiyu lkariim nebigii sharafta badnaana musjan waxa lagu daday waa la duubay markaa waa la daday meydkiisii lam yudfan bacdu weli lama aasin iyadoo oon weli la aasin oo rasuulka la daduu meyd yahay ayuu aadaan salaadii ay gaadhay dabadan salaadii buu aadaamay bilaal falamaa wasala markuu soo gaadhay ilaa qowli hadalkiisu uli ashhadu anna muxamadan rasuulullah hadalkaa markuu soo gaadhay ee aadaanka ku jira khanaqatu waxaa xidhay oo yacnihi cunaha xidhay alcabaraatu ilma yaa cunihiisii xidhay dabadu u akhri kari waayo oohin daraaddeed waxtubisa waxaa la xanibay sawtu codkiisii fii xalqi hungurigu soo dhaafi waayo ila oohin baa ku dhacday codkii hungurigu soo dhaafi waayo waajhasha waxay isku dareen yacni waxay ku dhawaaqeen almuslimiina muslimiintuna bilbakaai oohin bilbukaai oohin muslimiintuna waa wada ooyeen oo iyaguna qayla isku dareen oohina markuu bilaalna ooyey waaqraquu waxay aada ugu xeel dheeraadeen fi naxiibi qayladii qayladii baa aada ay ugu fogaadeen in badan socotay aada baa loo ooyey uma aadana bacda dalika haddana wuu aadaamay maalintaa dabadeed salaasata ayaam saddex cisho kadib buu haddana saddex cisho kadib buu aadaamay
marka uu iska toojiyo markuu aadaami ka ruwaayay saddex shag ka dambadeed ayuu haddana aadaanki ku soo noqday fakaana wuxuu ahaa kullama wasal ilaa qowli markuu soo gaadho markuusuu soo gaadhay ashhadu anna maxamedan rasuulla bakaa uu ooyi jiray isagu wa abkaa dadkan uu ka ohin jiray markaa dadkuna way ku darayeen markuu ashhadu anna maxamedan rasuulla ee nebiga magaciisa uu ku dhufto ayuu ooyaa dadkuna way la ooyaan wa abkaa dadkan uu ka ohiya cinda daalika markuu halkaa maray uu aadaami ka ruwaayey ayuu dalaba ka codsaday min abi bakar oo amiirkii muuminiinta ah oo khaliifata rasuulilah sal sl rasuulka kii uga dambeeyey maamulka ah an yucfiyahu inuu ka daayo min alaadaani aadaanka wuxuu ma aadaami karaya amiir almuminiin iga da aadaanka cid kale wuxuu saa aadaan aan aadaami karayaa ma jiro mar alle markaan soo gaadho wa ashhadu anna muxamedan rasuula ma dhaafin karo oohin baa qabanaysaa waa dhibaatoaan la kulmay dabeedna iga da aadaanka buufi bacda aan asbaxa markuu noqday buu codsaday laa yaxtamilu mid aan xamilay aadaankii ma xamili karayo ma xamili karo wastaadanahu wuxuu weydiistay wastaadanahu wuxuu weydiistay inuu u ogolaado abubakar filkhuruuji inuu baxay ila jihaadi jihaad fii sabiillahi ilaahay diintiisa loo dagaalamayo wuxuu yidhi aadaankii ma karayee aadaankii iga daayo waxaan ku weydiisanayaa inaad ii ogolaato inaan ciidamada muslimiinta raaco ee dagaalka u baxaya oon diinta ilaahay anigu aan difaaco u dagaalamo iyo walmuraabidati iyo inuu gaar ka noqdo oo ilaaliyo ciidamada ilaaliya maxay fii bilaadi shaam dalkii shaam la odhan jiray inuu dadka gaarka ka ah ciidamada fadhiya halkaa ee ka difaacaya cadowga inuu ka mid noqdo u weydiistay cumar ibn khataab abubakarna sidiiq oo ah amiir almuminiin raxala wuu guuray bilaalun bilaal wuxuu ka guuray can ilmadiinati almunawara magaaladii madiina almunawara ee ilaahay iftiimiyey ee islaamka ku iftiimiyey ayuu ka guuray awala bacthin wuxuu raacay ciidankii u horreeyey oo min bucuuthi lmuslimiin muslimiinta ciidamadii baxayey kii koobaad buu isagu raacay wa qaama wuxuu degay fii daariya meesha la yidhaha magaalaa ilahad u degay meesha la yidhaahdo oo bilqurbi min dimashqa magaalada dimashqa u dhow ayuu ag degay isagu berigaa markuu ka baxay magaaladu uu xamili waayey daadaankiina uu kari waayey dabeedna ciidamaduu raacay wuxuu degay magaalada meesha laa diyaara daariya walaqad dalla wuxuu ahaa mumsikan mid haysta mumsikan walaqad dalla wuxuu ahaa mumsikan mid iska daayey can ilaadaan aadaanka uu joojiyey salaadaha iyo haddii alla idmo dee cibaadada iyo jihaadka iyo khayrka o dhan buu go-ay laakiin aadaankii wuu joojiyey asalkiisuba uu keliba waay aadaan wa ashhadu anna muxamedan rasuula markuu soo gaadho inbuu ooyayaa un aadaankan uu ka xidhmayaa halkaasuu ku joojiyey xataa qadima cumar ibnukhataab baa soo galay bilaada shaam waddankii shaam uu joogay ayuu cumar ibnukhataab yimid falaqiya bilaalan bilaal buu la kulmay cumar marka waa marka abubakar dhintay ee cumar yacni maamulka qabtay beri dambaa cumar soo galay shaam oo uu joogo shaam marka la yidhaahdo waa meesha marka la yidhahdo suuriya iyo meesha la yidhaahdo haddaa la idmo falastiin iyo lubnaan iyo urdun meesha in afartaa dowlad marka la yidhaaha ayaa loon jiray ardu shaam halkaasuu dabeedna ayuu yimid cumar baa yimid bilaal bay halkaa isku arkeen ridwaanullahi caleyh ilahi raali ka noqdo bacda qiyaabin dawiilin intay in badan kala maqnaayeen kadib sanawaad badan kadib ay halkaa isugu yimaadeen waa cumar ibn khataab oo amiri lmuminiin ah iyo bilaal ibnu rabax oo mujaahid u ciidamada halkaa ilaaliye ka mid ah ayuu halkaa ugu yimid cumar isaga oo intuu ka yimid madiina ardu shaam yimid ayay halkaa ku kulmeen wa kaana cumar wuxuu ahaa shadiida shawqi mid aada u xiiso badan aada buu u xiisaynayey ilayhi wuxuu aada u xiisaynayey ilayhi bilaal ayuu aada u jeclaa inay is arkaan oo maaragtay waa raggii soo wada kifaxay ee asxaabta ahaa kolka inay is arkaan buu doonayey cadiima alijlaali aada buu weynayn jiray cumar lahu bilaal aada buu weynayn jiray muxuu ku weynaynayaa diinta iyo haddaa laydmo cibaadada iyo haddaa laydmo islaamka iyo tacabku usoo maray iyo siduu ugu soo saray dhibaatada diinta ku soo gaadhay xataa innahu kaana wuxuu ahaan jiray idaa dukira sidiiq haddii lagu soo hadal qaado abubakar amaamahu cumar hortiisa haddii lagu soo hadal qaado la yidhaha abubakar laga sheekeeyo yaquul wuxuu odhan jiray cumar abubakar sayiduna abubakar waa boqorka iyagii annaga waa madaxdayadii wa huwa isagu cataqa wuxuu xoreeyey sayidana mada
كي كلام هذا حضرناه هنا وأني كي نفري وهو كم كاكل يعني بلال رضي الله عنه بلال بوجوده سووا مذا حضيدي نو نفري وبلال أي أورين شري عمر بركان عمر آت بوج على ونوينين شري ونقبلين شري بلال وهناك هلكا مركو يمد وهناك هلكا أي سقيم عادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا بلال بن رباح رضي الله عنه عزمه واحد كعد صدره كأكيد أصحابته رضي الله عنه بلال هلا كان قد واحد كأكيد على بلال واحد كأكيد أن يؤذن إنه آدمه أن يؤذن إنه آدمه هل جاك آدمه في حضرة الفاروق قبت وتشوجو عمر بن الخطاب إنه كآدمه واحد ما أنت وحن كعد صرينا أمير المؤمنين كبا ينويد ما أنت آدم ما أنت آدم أي كل هذا أنت هرم آدم ما أنت آدم بينه أمير كبير ليش هو أمير المؤمنين كيف فما إن ارتفع كرمه قادس سوته دواقي سبيل آدم آدم كي كرب أقومه الصنبا الله أكبر الله أكبر نحن صاوب دواقيبه حتى بكى عمر بهرت أوي عمر لفتيسي أي أوي واطي وبكى معه الصحابة أصحابته أوي الأوي ما هي حصوصين يعني وقت النبي آدم عليه الصلاة والسلام حتى اخضلت إلى أي قيده قال لها كركولي أصحابت أي قوي بالدموع المدي درادي أي لقوين فلقد هاجوا وحو كعيي بلال بلال وحو كعيي أشواقهم حيثه أي هيئ يدرين كودي بو كعيي إلى عهود المدينة حلية دي مدينة وذي شوق شرين حلية دي قيمة بطنا أي مدينة كوضا نورايين إلا أصحابته يكلب بهذي ومدو ميل بخدعي ويكال اللومين وهذا الله يدوح أكال اللومين يعني الروكي سرع مخابطي وعيدهم قارب ميل بي تشوغان قارب ماموكي تشوغان قارب على الدنيا دي تشوغان تدكي مدينة وذي تشوغي شربي أهايين حيسو دبيد حسوسي دبيد درين باي أكسري درين حلية دي مدينة أكوضا نورايين المنورة سقيا لها من عهود iyadu oo ah yaani waqtiyo aad iyo aad u qiimo badan oo wuxuu u soo kaxeeyay yaani ballamihi xilliyadii ayu xasuusi wala qadalla wuxuu noqday daa'i samaayi yuqimu fi mandiqati dimishqa hatta wafahu al-ajr al-mahtum fa kana ibraatu ta'uru tu'wilu ila janibi fi marad al-maut wa tasihu qailatan وحزناه وكان هو يفتح عينيه في كل مرة ويجيبها قائلا وفرحاه ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يردد ولقد ظل وحوها داعي السماء وأهل وجهه بلال بلال وحوها وأكي عنه السمر داعي قيدي ومارتي مؤذن كرسولك يقيم في منطقة دمشق قبل كهاد دمشق اللي لابد بجناء وعاصمة سوريا وقت لها الشام وهاي هاي نحوها ما لها المكلبة هاي سوريا فلسطيني لبناني أردني حتى وافاه إلى ويمادو ألا جلو حلقي إلى حيوقري المحتوم اللواتبي إلى ويمادو هل كان سوسكت دقناء فكانت امرأته وحا هاد قبديسو تعويلو إلى جانبه وكأب أويشرتي في مرض الموت لنعيسي كأب أويشرتي مركو كتري عضركو كل انتي ويكأقو يجرتي حيوان يجرتي وتصيح وحكونا واقع يجرتي قائلة يضعوله أوا أحزناه ألا مرق ديساي ألا مرق ديساي وما دباتها هاي سطا أيكو قائل يجرتي وأحزناه مرق ديساي وكان روحها هو يسون يفتح عينيه عنده سوكر قادي شري مركي ساقونا وقضى يضعوه انت أي عندها سوكر قادي شري في كل مرة المر والبو إنه سوك القاضي شري ويجيبها ويقول جواب شري وجواب شري قال نسقاله وفرحه ألا فرح ديسا مرقة ما شرتي وفرحه ألا فرح ديسا يستورين شري سقوس كرار يظن عليه ذا هو مرقة ديسا ثم الله فضى وحقوها لأنفاسه الأخيرة أريد يسوق الدم بيا بخور واقع يا نفط عليك بحضي وهو يسوي يردد كل العلنا يا غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه ساسو يفتق أيك بحر غدا بريبانو نلقى الله كل منا الأحبة تقوى نتعلين محمد ما الله كل من دونا يو صحبه أصحابتي سنجهري
أي هذا كيسون الله مركو أي نفتك العيس قدم بري نلقى الأحبة كون الله تعلين كون تعلين بنو تجينا كون تعلين يعني تجينا بري يعني مرفان دبنا كذي بولي أو بهاي هاي محمد المحمديو وصحبه أصحاب تيسي يعني تجينا صور من حياة الصحابة وحلقة صوقة هذه مقال كان أم هذا كان كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا نكلا إلى هذا أي قري بتصرفه ويده وحير لجبدي لأحنا لقدر وحنا لقشري أيام كسوق هذا الموضوع والله أعلم بالسواب وبالله توفيق.